صباح الخير عليكم صحباتي، كديري لاباس عليكم؟ كديري مع الصحيحة؟ كل شي بخير. المهم اليوم كما كتشوفوا بديت معكم الفيديو ديال اليوم من الفطور. كنفطر انا وأميرة، دايره غير شويه ديال البيض اومليت صافي، خويت عليه زيت العود وباريزيان سخون ديال الجنجلان مع كويس ديال اتاي. الرجل انا الصباح هو الاول بكري يفطر ومشي يتقدى شي حاجه خاصه انا، وانا واميره مع اليوم الحد نط شويه معطله. ايوا يلا كنفطر انا واميرتي، غادي نفطر وعاد نبدا نتحير على الشقا وعلى الغداء والعجينه، وراكم عارفين. المهم غنشارك معكم نهاري كما داز، غادي نشارك معكم وغادي ندير حتى واحد الوصفه ديال الشعر كترطب ليا شعري مع كنجفليه بالحنه، وبغيت نديرها وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. المهم غادي نفطروا نكملوا فطورنا، واول حاجه غادي ندير كما ديما كنفطر كنوض كنسبق العجينه هي الاولى، حيت راكم عارفين العجينه كنديرها كتخمر في القصريه الخمره الاولى، وعاد عاوتاني كنخليها حتى كتخمر الخمره الثانيه، عاد كنطيبها باش كيجي الخبز زوين. المهم البنات كما شفتوا عجنت العجينه هي الاولى، خليتها خمراء كتخمر، غطيتها في القصريه وخليتها تخمر. ودابا غادي نصايب واحد الطاجين ديال السردير الكواري. هنايا راه كان عندي السردير في الفريغو كنديرها في هاد السوبيره، البارح جاب لي راجلي الحوت وغسلته ودرته في السوبيرات ودرته في الفريغو. ملي كنبغي كنجيب دوك كنلقى مصور مصايب عا كنخلطو كنبدا نطيب فيه. هاد الطحانه اللي غادي نوريكم ديال مطيشه كنطحن فيها الحوت، عرفتي البنات كيجي زوين حسن من اللي كنطحنوه في الماكينه ديال الضو. المهم البنات هاد الطريقه اللي غنطحن بها دابا السردير كما كتشوفوا معايا واقيله غتجيكم غريبه، ولكن صدقوني البنات عرفتي كيجي مطحون بواحد الطريقه زوينه، حيت الا طحناه في الماكينه ديال الضو كيجي منيل بزاف. غير واحد الحاجه البنات، هاد الطحانه ديال مطيشه ديروا ليها ديك الشبكه الغليظه، ديك الشبكه الغليظه ديالها باش كتخرج لكم السرديل بحال الا طاحنينو بالماكينه ديال الكفته اللي كتكون عند الجزار، ديك الماكينه الكبيره اللي كتكون عند الجزار ديال الكفته، بحال ما هكا كيخرج هذا الحوت. انتما غتشوفوا معايا كيفاش كيولي مطحون، انا كتعجبني ملي كنطحنوا بهذه الماكينه في الحقيقه كيجي زوين. غير جربوه وديروا الشبكه الغليظه ديالها، ما ديروش الرقيقه. انتما شفتوا، وغادي نحك عليه جوج دريسات ديال الثومه كما كتشوفوا، وكنزيد القزبر والمعدنوس وجوج معالق ديال الروز الابيض كيجي في الحوض زوين. ودابا خديت الطاجين كنحك فيه الثومه واحد جوج دريسات وجوج مطيشات كلهم مايان حتى هما كنحكهم. صافي كما شفتوا معايا خديت الطاجين درت فيه حكيت فيه مطيشه والثومه والقزبر والمعدنوس. ودابا العطريه اللي كندير في الطاجين هي اللي غادي ندير في السرديل. كناخذ شويه البزار، شويه التحميره، الخرقوم البلدي وسكنجبير والكمون والملحه، يعني العطريه ديال الحوت راها معروفه، داكشي اللي كندير في لاصوص هو اللي كندير في السرديل. صافي وكندير واحد جوج معالق كبار ديال الزيت في الطاجين وكنديه يطيب فوق البوطه. وهنايا لاصوص كنخليها كتشحر شويه صافي، وكنزيد عليها خيز ودواور وكندير شويه الماء وكنغطي عليه يطيب غير واحد شويه تقريبا واحد 5 دقائق، وعاد كندير بطاطا والفلفله والحوت. المهم هانتوما غتشوفوا معايا باش كيطيب كلشي في دقه واحده، لحقاش هاد خيزو هذا عندي طيب دغيا كيطيب.
المهم انا غنسد عليه وغنخليه غير شويه على ما نقرص العجينه صافي، ونرمي عليه الخضره الثانيه. المهم البنات كما ديما كنقول لكم، انا راه ماشي بغيت نعلمكم كيفاش تطيبوا، ولا غير بغيت نشارك معكم النهار ديالي وصافي. اما تبارك الله راه كاع العيالات وكاع البنات ما شاء الله عليهم اللي كيدخلوا الكوزينه كيحطوا كما كنقولوا العجب من يديهم. المهم البنات كما شفتوا الطاجين راه كيطيب، الخبز هو راه كيخمر، غادي نطيبو. المعنات راه كيتسناو فيا غادي نغسلهم. وبغيت نشارك معكم واحد الوصفه، ما نبقاوش مقابلين غير الكوزينه وصافي، في الكوزينه وفي الشقه ندخلوا الماسكات وندخلوا الوصفات ونتهلاو في راسنا. غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي كترطب لي شعري وكيراتين طبيعي للشعر، فايسه مشاركه معكم وبغيت عاوتاني نديرو اليوم. وبغيت نشاركو معكم لحقاش كنت درت الحنه لشعري ونشفات ليا شعري، عرفتي معنا عندي الزغبه رقيقه ومروليه، ملي كندير الحنه دغيا كينشف ليا شعري. كتنشف ليا شعري الحنه انايا، ولكن تتوافق ليا الفروه ديال الراس وزوينه، غير هي كتنشف ليا الزغبه. وكنعوضها بالماسكات بحال هادو اللي غادي نوريكم دابا، غير هاد الماسك هذا اللي غادي ندير اولا هاد الوصفه اللي غادي ندير ناقص فيها غير الزيت ديال الزيت ديال الكوك، ولكن هاد الزيت ديال الكوك مهم بزاف في هاد الوصفه. غير دابا مابقاش عندي تقاده ليا وبغيت نعوضو بزيت الزيتون. المهم انا راه جبت زيت، انا جبت الكوك، جبت الكوك لحقاش بغيت نصيبو ان شاء الله نخرج منه الزيت، وغادي نشاركو معكم في الفيديو واحد اخر ان شاء الله. هاد الكوك كناخذ داك الكوك الميت الدم، داك اللي تيكون ميت الدم، داك اللي تيكون زوين هو اللي تاخذو الا بغيتو تخرجو منه الزيت ديال الكوك. انا هنايا خديت نص كيلو وان شاء الله غادي نصايبو في العشيه وغادي نشارك معكم في فيديو بوحدو لحقاش زوين بزاف، عرفتي راه كيجي طبيعي يعني كيخرج طبيعي وزوين وكيطلع عليكم رخيص. انا خديت نص كيلو بشحال، خديت نص كيلو ب 340، خديت نص كيلو ب 340 يعني رخيص كيتخرج. نتوما غتشوفوا ان شاء الله الفيديو الجاي شحال غيخرج ليا ديال الزيت. المهم غادي نصاوب معكم دابا هاد الماسك نديرو لشعري، وان شاء الله ملي نتغدا ونسالي غادي ندوش وندور شعري باتش على قولة الله كبار. المهم انا غادي نوريكم دابا المكونات ديال الماسك. المهم البنات بالنسبه لهاد الوصفه كما قلت لكم انا كندير فيها الزيت ديال الكوك، حيت هاد الوصفه الزيت ديال الكوك مهم فيها بزاف كيرطب الشعر، ولكن حيت دابا ما عنديش يلاه غادي نصايبو غادي نعوضو بزيت الزيتون. المهم عندي هنايا زيت الزيتون، عندي دانون مسوس وبنانه وبيضة بلدية، يعني ساهل وكيتقام رخيص وزوين، عرفتي كيرطب الشعر البنات، غير جربوه كيرطب الشعر زوين بزاف، عرفتي راه كيولي شعركم بحال دايرين الكيراتين. المهم هنايا كندير بحال هكا بنانة صافي، وكنزيد عليها البيضة وكنزيد دانون زيت العود، وكنطحن هادشي كله وكنديرو ماسك على شعري، كنديرو ماسك على شعري بحال كندير الترطيبة، بحال كدير ندير لشعري الترطيبه كنقن نجبد فيه شويه صافي، وكنخليه بشعري واحد ساعتين ولا ثلاثه، وكندخل نغسلو وكندور ليه الباتش. المهم انا غنجيب معلقه صغيره ونمشي. قلت لكم البنات كندور ليه الباتش، عرفتي كي كيخرج ما نقولش لكم بحال الا مصايبينو بالسوشوار، وكيبقى شاد في هاد الوصفه كتبقى شاده واخا كنعاود نغسلو، عاد كندور ليه الباتشا صافي كيرجع كيما كان.
صافي. وكندير واحد شويه ديال زيت العود، غير شويه تقريبا واحد معلقه كبيره صافي. وإلا درتو الزيت ديال الكوك كديرو معلقه كبيره صافي. دابا غنطحن هذا الشيء. البنات انا درت هذا الماس، درتو شعري كما كتشوفوا، مشيت للدوش ودرتو وكان ماسي مزيان بيديا، كان بحال كندخلو مزيان في الشعر. المهم هذا الماس كيبغي الوقت، قد ما خليته في الشعر مزيان تقريبا واحد 4 السوايع اولا 5 السوايع. المهم انا غادي نخليه دابا، غادي نغسل الماعن ونمشي نطيب الخبز، وحتى نتغدى مورا الغدا عاوتاني نجمعو الكوزينه، وعاد غادي ندخل ندوش وندور ليه الباد. شعرتي راه كيخلي الشعر، ما نقولش لكم كيرطبو، كيخلي فيه واحد اللمعان زوين بحال داير ليه الكيراتين. المهم دابا غنمشي نغسل الماعن ونطيب الخبز، وما عرفتش امتى غنحبس هذا الفيديو. المهم هانتوما معايا، وهذا هو الطويجين ديالنا، ها هو طاب. هانتوما كما كتشوفوا، انا كيعجبني الرز في الحوت كواري البنات، كيحمقني. وبصحتكم حتى نتوما غداكم، تاكلوا بالصحه والراحه، اللي دايره شي شهيوه تاكلها هي وليداتها بالصحه والراحه. المهم غنتغدى ورجع معاكم. المهم البنات انا رجعت لكم، كما شفتوا ملي تغدينا وسالينا مشيت ارتحيت شويه ودرت واحد بولاتي التدويشه فرعيله تركه ودوش حتى الاميره. ايوا دورت الباتشا شعري كما نتوما كتشوفوا، دورت ليه الباتشا صافي. ودابا وداك كريم كسكروط كان عندي شويه ديال الملوي في الثلاجه في الفريغو، صبقت ليهم بيضات وداك كريم فارينيجات وعمرت ليهم عتاي باش درنا كسكروط صافي. دابا غادي ندير سباكيتي العشاء بشويه ديال الكفته، غندير شويه ما نطويش وغادي نشاركو معاكم هادشي اللي كاين. المهم يلا نصايبو العشاء وهانتوما معايا. المهم البنات اول حاجه غادي ندير، خديت الكسرونه درت فيها الماء وغادي نديرها فوق البوطه تغلي باش ندير فيها سباكيتي تسلق. صافي هنايا غادي نحط الثومه، غير جوج دريسات ديال الثومه صغار غادي نحطهم. السباكيتي راه كله الطريقه ديالو، وانا بغيت نوريكم الطريقه ديالي، يعني راه ماشي بغيت نعلمكم كيفاش ديروا ليها ولا شي حاجه، بغيت غير نوريكم الطريقه ديالي حيت كتجي بنينه واللي داقها عندي كيحمق عليها. وغادي نحط ثلاثه مطيشات صغار صافي، وندير ربيع قزبر والمعدنوس مقطعين، وندير العطريه وينها. غنفك هاد المطيشه ونرجع لكم باش تشوفوا معايا العطريه اللي غادي ندير. وهنايا البنات غادي ندير جوج معالق كبار ديال الزيت، صافي. والعطريه اللي غادي ندير في لاصوص هي اللي غادي ندير في الكفته، انا الكفته درت غير شويه وقياسي صافي. دابا على الليل بنادم يعني مخصوش ياكل بزاف، ندير شويه الربيع والقزبر والمعدنوس صافي. وغندير حتى في لاصوص حتى هي انا كنكثر شويه القزبر والمعدنوس حيت كيعجبني في الماكله، كيعجبني أكثرين المعدنوس كيعجبني بزاف. صافي دابا غادي ندير العطريه، غندير شويه البزار وشويه ديال التخميره وخرقوا من البلدي. وشويه ديال الكمون صافي، والملح. صافي دابا غادي ندير الملحه وندير الكوكوط فوق البوطه حتى كتغلى ليا مزيان، تشحر ليا مزيان هاد لاصوص، وكنزيد عليها الكفته. عندي الكفته كنخلطها مزيان
كندير ها كويرات صغيورين نتوما غتشوفو معايا. المهم انا غندير الكوكوط فوق البوطة. صافي هنايا البنات درت الماء والملح وشوية د الزيت، وغادي ندير سباكيتي فيزكس. لا انا كنقسم الحل مرة تاعي. صافي وكنديرها تسلق. المهم لاصوص ها هي طابت، طابت غير نص طيبة، كنخليها طيب غير شوية صافي. وكنزيد عليها الكفتة اللي شتو معايا خلطتها ودرتها بحال هكا كويرات صافي، وغادي نديرها طيب. صافي نخليها طيب، نسد عليها ونخليها طيب، واللي بان هي كتسلق. صافي البنات هنايا العشيوة ديالنا هي طابت. سباكتي راني درتها تسقطرات غير شوية حيت خاصها تبقى سخونة هي ولاصوص، الا بردات ما كيبقى عندها حتى شي مذاق. صافي دابا غادي نخلطها ونحطها في طبيصلات ونمشيو نتعشاو. وكما البنات قلت لكم قبيله وكما ديما نبقى نقول لكم، انا راه ماشي كنعلمكم كيفاش طيب، وراه غير كنشارك معكم داكشي اللي كندير في داري، داكشي البسيط على قد الحال اللي كياكلوه جميع الناس، الدراويش البسطاء كما انا درويشه وبسيطه وعلى قد الحال، كنشارك معكم داكشي اللي كندير، ما كنديرش شي يعني شي شهيوات اللي هما غاليين ولا شي حاجه اللي واعره، داكشي اللي كندير في داري على قد الحال ديال الناس الدراوش كنشاركو مع خواتاتي هادشي اللي كاين، باش هكا القناه تكبر وتزيد لقدام. والحاجه الوحيد اللي كنطلب منكم البنات تبارطاجيو القناه ديالي مع احبابكم وجيرانكم والناس اللي كتعرفوا، باش هكا القناه تزيد لقدام وما نبقاش نعجز، ونبقى دائما الا شت المشاهده طالعه نبقى كل نهار نحط لكم فيديوهات، اي حاجه درتها من وصفات ولا من طبخ ولا اي حاجه نشاركها مع خواتاتي. المهم دابا غنحطو نتعشاو ان شاء الله. وهذه هي العشيوه ديالنا البنات اللي درت معكم، ها نتوما كما كتشوفوا جات لذيذه وبنينه ما شهيتكم. بصحتكم حتى نتوما اي حاجه درتوها تاكلوا مع وليداتكم بالصحه والراحه. وما تنساونيش البنات من البارطاج، بارطاجيو القناه مع احبابكم وصحابكم والناس اللي كتعرفوا، الله يكثر خيركم. وغادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نتلاقاو، خليتكم على خير.